وخلينا نبدأ بهاشتاج افتكر جرائم الإخوان اللي دشنوه المصريون على موقع تويتر للتذكير بجرائم جماعة الإخوان الإرهابية. وأكيد مفيش مصري من الممكن أن ينسى إرهاب وعنف هذا التنظيم في حق الوطن. مفيش بيت في مصر إلا واكتوى بجحيم هذه الجماعة الإرهابية، وده اللي خلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حريصون على فتح كل مؤامرات الإخوان. أيوة كلنا فاكرين ما جنته أيديهم الملوثة بالدماء في حق رجالنا من الجيش والشرطة لأنهم تصدوا لمخطط أخوانة مصر. وكمان كتير من المواطنين العاديين كانوا ضحايا بلا ذنب لغدر تلك الجماعة الإرهابية أثناء عملياتها الإرهابية. كلنا فاكرين، مش هننسى أبدا، مشهد إلقاء الأطفال من أعلى المنازل في الإسكندرية. وأكيد مش هنقدر ننسى كمان الاعتصامات المسلحة في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، ولأي مدى حولوا مصر إلى دولة هشة حتى يستطيعوا السيطرة عليها. ولكن بعزيمة وإصرار المصريين ووحدتهم قهروا مخطط الجماعة وعادت مصر قوية عصية على الكسر.